حليتو حفلت كدا عدي هوتيلك على حياة دي مقالة ده هرقيس ايا وحا تاقيرو موجيه حسبقا معارضك ايا وداني بيشا كيشو حفلت ده وحاكا سوا غيب قلي مسؤولين تا حسبقا سالادين تا ايا عقاشا بيشا كيشو بلشوين تا بيشا مدح دقاميت كا سومالي لان ايا مودان ايا مرتي شرف كالي وقو هرين وحا الكاسي كا هدلي سلدان كا بيشا كيشو سلدان محي الدين شاخ اسماعيل ايا مدح دقاميت كالي حوغا ايا هقو دي حسبقا معارضك ايا وداني ايا مايركا عاسمة ده هرقيس ايا وقا مهد عليا تاقير ده ايو موجيين بلوين تو حسبقا وداني سلطان حسن شيخ محمد الشيخ عمر عوض الله وعلى بيشا كيشو شيخي بلويتا كيشو هل كان عاوه كبو إن المال إيجا يلي سانك إيجا يلي ودود إيجا أي خب أي كل إيجا حزبك وداني هلك وحي بلانك آلينا سيدي هراء أنو ودود أول لغني حزبك كلمية إيجا كون قوبي قوبي وكلها كلها أي ما توحن نيسانك يا ولد ورسالينا حزبك وداني اسلام الله كاسينا وشاع حسين ما انتهى لقيبتها هاي تاسي وحي واتبين انت ساعدها ان تاقلنا هاي الى انه حقية حقوق كل انها حسبقة حسبقة ولا حقية حقوق اللي قولنا اللي هاي تاسي روحة اللي غربات ان انه عدقي انه كوكو ليسينو حلتا كوصة عدنو اسلام الله كاسينا كلا عصابة انو لابد المشرح دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله يدرو هي مشرح حسبقة حسب على حاجة حسن سمعنا انت يا دكتور انا وحوي سمعنا قفل بحقوقي سوحرة انت ايضا سمعنا كده مقنع سمعنا مقروح بطا وبرس الله وبرس الله وبرس الله هذا كم مقوي ده مدحنا السمعنا إلهي إذن كي ملكي لقولي سنو مرقوحا كاعان إلا عدكينا وحن مركع عن النتائج الذي وحن دبقرنا وحن اللي يجب ملقى علينا إذا هذا مهدد ما قول لي إذا هذا وسلم إذا سبحانه وتعالى وبد السلام من الغد أنت عاوك الحد والبيت هاي إن أبداش إذا أكشف كرسو قبل مناسبة إشتد الدور أول أرض الملوش شرفت لك العيسى إلى أن تكون صوت يقول أدرم فرحسنا إن بلن بو مقعي نواصنا إن بلن بو مقعي نلغو عياري لكن الحمد لله ما أنت مقعي نرسل بشوغا هو إله اللغو مالي هذا القبض المائيو من وحن لي تركي عبد الرحمن يعيس بجيس وحي نوبة هين هالمالي ومالي تاين وحضين النوف أي نفرتي نوبه لنا إنه ما ننتاس يلو بهاي إنما نوح يلوب عنها يتضبط السنو فردي الدور ما علم وطو يلوب عنها بحفر بضم عن رولا هذا هم تاني باشري ما رأي حد حنتين اليوم وان إن يرتوه عاوة وحمين بيها مرية سور واحدة وقاسي وكل مئة يحيش في كلام القضي اللهم اجعل خير يا رب بين لدو روبي وي أنيبو وعنها حزب الوطني حزب الوطني إيه لا تقول سنة هلا
dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi Cabdiqaadir Jirde oo soo dhaweeyey ugana mahad celiyey sida ay u taageereen xisbiga beelweyntu. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa beesha sharafta leh ee nagu marti saartay kulankan xisbiga wadani iyo madaxda qameeska iyo hawlwadeedda xisbigaba. Aad iyo aad baan u faraxsanahay waa marti qaataan oo nu ka soo qayb galno. Waxa weeye deesha kishooli kishooli maayo waa dad ahlu sharafa, waa dad ahlu diina, waa dad geeyii soomaalida ku sodhan caamka oo dawada yaqaano. Hadday tahay dowladdeegaanka soomaalida, hadday tahay soomaalida kiinaya, hadday tahay koonfurta. Amiin Shaah Xasan, Horyaal TV, magaalada Hargeysa.